ولمتابعة هذا الشأن ينضم إلينا من دمشق شوكت عثمان الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري. أهلا بك دكتور شوكت. مساء الخير وكل شكر لكم باستضافتي لبرنامجكم السياسي. هلا مساء النور دكتور شوكت. بداية، قوات النظام وصلت إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وبذلك تعود الأوضاع على ما كانت عليه قبل عام 2011. طيب كيف يمكن تفسير رضا تل أبيب على هذا الانتشار، علما بأنها كانت قد تخوفت مرارا وتكرارا من وجود القوات الإيرانية وعناصر الحزب الإيراني ضمن هذه الانتشار؟ عفوا، بس لما افهم السؤال بشكل عام، انه القوات الاسرائيليه افك عن استاذي، هل يمكنك ان تعود السؤال لو سمحت؟ نعم نعم نعم، ساعود لك السؤال. كيف يمكن تفسير رضا تل أبيب عن انتشار القوات السوريه على مقربه من المنطقه الحدوديه الاسرائيليه؟ نعم، طبعا انتم تعلمون بان القوات الاسرائيليه هي تعلم تماما بان الجيش الحربي السوري له كل الاحقيه في ان يحرر كل شبر في سوريا، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على تحرير الاراضي السوريه في الداخل السوري، انما حتى ينطبق على الجولان. فاسرائيل الان بدات بمسك اعصابها من خلال ان الجيش السوري هو اصبح جيشا قويا، ليس هذا الجيش الذي كان يستظنه منذ اكثر من 15 عاما، ولكن الآن تغيرت مفاهيم القوة في الجيش العربي السوري، بأن هذه القوة باتت على مقربة من الجولان وهي تحسب لها ألف حساب. وأنا أعتقد بأن الجيش السوري هو يعلم تماما كيف يسير بخطة عسكرية واستراتيجية لتحرير الجنوب السوري، وخاصة الجهة الشرقية من درعا التي حررت بالكامل، وكان هناك في جبهة الخشب قد أخذ أكثر من 800 شخص من قبل إسرائيل إلى الأراضي الأردنية بسبب تسفيرهم إلى كندا وألمانيا. هذه نقاط جديدة أعتقد في نشرتكم الإخبارية. نعم دكتور شوكت. طيب فيما يتعلق بوصول القوات النظام على الحدود الإسرائيلية، كان قد دار الحديث عن العمل على إيجاد منطقة حدودية على طول الحدود السورية الإسرائيلية بمثابة حزام أمني يشبه بالذي أوجده الإسرائيل في جنوب لبنان. طيب هل هذا المشروع ما زال قائما، أم أن تقدم قوات النظام على الحدود الإسرائيلية قد قضى على هذا المشروع؟ طبعا سيدتي العزيزة، هناك قوات فصل بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية منذ أكثر من 40 عاما. هذه القوات هي موجودة في قوات اليونيفيل الأمم المتحدة اليو إن، فأعتقد بأن هذه القوات سوف تأخذ خريطة جديدة في المرسوم القادم بخلال ترسيم الحدود مع الأردن وكيفية بقاء الجيش العربي السوري متحمل لحدوده الإقليمية. هذا الذي سيحدث أنا ما أعتقد. طيب بقاء جيوب صغيرة على الحدود السورية الإسرائيلية تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والفصائل المسلحة، لماذا نشهد تقدم بطيء من قبل القوات النظام نحوها؟ طيب هل هذا يعني بأن ترتيبا خاصا يجري العمل عليه لهذه المناطق؟ قد يجوز ان هناك يكون مصالحات شعبيه ويكون مصالحات من اجل حل هذه المشكله، لانه تعلمون انتم الان هي الدفعه الثالثه من اخذ القوات في السورية للمسلحين عبر باصات الحافلات. هذه الحافلات هي الدفعه الثالثه التي تخرج الان من قنيطره، واعتقد قد يكون هناك كما يقال طول بال في العاميه بان يكون من قبل الجيش العربي السوري من اجل حل الازمه من خلال مصالحات قد تحدث عبر الشرطه العسكريه الروسيه. نعم دكتور شوكت، سؤال الاخير لك. منطقه الجنوب السوري تعتبر حساسه وبالغه التعقيد، طيب هل سنشهد بانتشار لقوات دوليه، قصدي لقوات روسيه بشكل اكبر من اجل ضمان الامن، وايضا من اجل دعني أقول من أجل عدم حدوث قلاقل تنطلق من إسرائيل وأيضا الأردن في المستقبل؟ طبعا أنتم تعلمون بأن هناك علاقة ما بين الكيان الصهيوني والحكومة الروسية. نعم. وأعتقد بأن الحكومة الروسية قد بسطت سيطرة هذا كشرطة عسكرية في الأراضي السورية،
وليس يعني كما يقال مغيبا أن يكون هناك الحكومة الروسية لها تواجد أكثر عبر الشرطة العسكرية الروسية. هذا ليس مستبعدا نهائيا أن يكون هناك يعني تجمع أكبر للقوات الروسية في الحدود السورية من أجل فصل القوات وفصل الأمور، هذه ليس مستبعدا، ولكن يجب أن يكون هناك قرار أممي حتى لا يكون هناك، لأن الحكومة الروسية لا تعمل إلا عبر قوانين أممية، هي لا تتصرف كما تشاء، ولكن هناك قوات يعني القوات الروسية تسعى لأن يكون هناك قرارات دولية وأممية من أجل تنفيذ هذه الخطة. أستاذي نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح. شوكة عثمان كنت معنا من دمشق، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري.